بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ الآن في المحاضرة الثامنة من الثقافة الإسلامية، نتحدث فيها عن واجبات ولي الأمر وحقوقه. واجبات ولي الأمر وحقوقه على الرعية: أولا، واجبات ولي الأمر: الواجب الأول حراسة الدين ونشره. الواجب الثاني سياسة الدنيا بالدين. الواجب الثالث الأمن الفكري والاقتصادي. الواجب الرابع الاهتمام بالجانب الإداري والسياسي والاجتماعي في الدولة. ويترتب على كل واجب من هذه أمورا تفصيلية لا يتسع المقام لذكرها. حقوق ولي الأمر على الأمة والشعب: إذا قام ولي الأمر بما وجب عليه من حقوق الأمة المتقدم ذكرها فقد أدى حق الله تعالى فيما أوجبه عليه، ووجب له على الأمة حقوق من أهمها ما يأتي: أولا، وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم، والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة والترهيب من نقضها. ثانيا، تعظيم أمر السلطان والعلماء وعدم التقليل من هيبتهما. ثالثا، السمع والطاعة لولاة الأمر. رابعا، محبة ولاة الأمر والدعاء لهم. خامسا، عدم الوقيعة في أعراض الأمراء والانشغال بسبهم وذكر معائبهم. والصلاة والسلام على نبينا محمد.